طيب الآن حنتكلم عن إحدى الدوائر المهمة في الجيكويري اللي هي أجاكس، دالة أجاكس. لاحظ معايا، طبعا احنا أخذنا لود وأخذنا جيت وأخذنا بوست. الآن دالة أجاكس من اسمها تسوي لنا عمل أجاكس أو ريكوست أجاكس، جميل، تسوي لنا ريكوست بالأجاكس. هذه هي أبسط شكل، لكن الآن كيف تستخدم؟ تستخدم بالطريقة التالية، تحط القوسين هذه لأنك حتمرر هذا الأوبجكت، لأنه إحنا نعرف إنه في جافا سكريبت الأوبجكت هذا هو الشكل، هذا هو شكله، أو له عدة أشكال من هذا الشيء. المهم إيش ححط في الأوبجكت هذا؟ أحط تفاصيل الطلب، تفاصيل الطلب. طبعا في خصائص جدا كثيرة أو أشياء كثيرة يتم وضعها هنا. خلينا نضغط إنتر أساس نرتب الوضع. الآن أنت لما تكتب الدالة بالشكل هذا، أنت الآن تطلب ريكوست. خليني أردها زي أول. أنت الآن بالشكل هذا أنت تقول له عندي ريكوست بالأجاكس، يقول لك هي حط لي تفاصيله. الآن جميل، تحط له بين القوسين التفاصيل. كيف التفاصيل؟ في مجموعة خصائص. نبدأ بأول خاصية. أول خاصية اللي هي URL. URL إيش تسوي؟ يقول لك حدد لي المكان اللي تبغى تسوي منه الريكوست. إحنا عندنا أو الصفحة اللي تبغى تروح لها info.php. هذه هي أول خاصية. فأول ما تبدأ تحدد أول خاصية اللي هي مكان الريكوست، مكان الريكوست بالشكل هذا URL واسم الصفحة أو مسار الصفحة اللي تبغى ريكوست الأجاكس يتم عليها. طيب الآن خلينا نرجع لملف الأجاكس اللي أول أنشأنا. احنا اول يوم انشأنا الملف كنا في اوبن نحط اسم الصفحه هنا، لاحظ حط اسم الصفحه، فهو اساسا هو اساسا بالحركه هذه يختصر عليك بس بحيث انك تعطيه جميع المعلومات هنا وهو يطبق لك نفس الكلام هذا بس في الخلفيه. عموما نيجي للخاصيه الثانيه. ايش هي الخاصيه الثانيه؟ شوف لاحظ احط فاصله، اكتب الخاصيه الثانيه تايب، احدد نوع الريكوست، نوعين اللي هي جيت وبوست. ما جبنا شيء جديد. لاحظ هنا لو كتبت get، وافتراضيا اذا ما حطيت هذه القيمة حيعتبر التايب get. نرجع هنا للسابق ونلقى انه احنا كنا نحدد هنا get او post في open، فهو ياخذ المعلومات ذي منك ويعوضها. هو تقريبا يستخدم نفس الكود هذا بالشكل هذا او بشكل مفصل طبعا، وياخذ القيم هذه ويعوضها في الاماكن اللي انت شفتها. عموما الخاصية الثانية للريكوست اللي هي تايب. طبعا في خصائص كثيرة احيانا انت ما تستخدمها، لكن انا كل شوية اوضح المعنى عشان ممكن تضطر انك تستخدمها. الشيء الثاني اللي ابغاك تلاحظه لما تحط الخصائص هذه من الاشياء اللي في جافا سكريبت، يعني هذا يعتبر اوبجكت جافا سكريبت، يعني لازم تكون عندك خلفية كويسة في الجافا سكريبت. لاحظ انه الفاصلة ما تنحط في الاخير، يعني اذا حطيت 10 عناصر التسعة كلها تكون بالفاصلة، الاخير يكون ما في له فاصلة. اذا حطيت عنصرين واحد بس هو اللي فيه له الفاصلة وبالشكل هذا. فعندنا خاصية تايب اما جيت ولا بوست.